السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف على لمحات من حياة الفنانة نادية لطفي. بس من فضلكم يا ريت تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على رمز الجرس واللايك. اتولدت الفنانة نادية لطفي في حي عابدين سنة 1937، اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق. اتخرجت في المدرسة الألمانية واكتشفها المنتج رمسيس نجيب واختار ليها اسم نادية لطفي اقتباسا من رواية لا أنام. وشهد ليها الشاعر الفلسطيني عز الدين المنصرة بأنها امرأة شجاعة لأنها زارتهم أثناء الحصار الصهيوني. أسرت الفنانة نادية لطفي السينما المصرية بأجمل الأفلام زي النضارة السوداء والخطايا. اتجوزت نادية لطفي في حياتها 3 مرات، الأولى من ضابط بحري وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، ولكن تم الطلاق بسبب رغبته في السفر للخارج من أجل جني الأموال وبسبب انقطاع أخباره عنها. واتجوزت لتاني مرة من المهندس إبراهيم صادق والتالتة من محمد صبري. ومن أبرز مواقفها السياسية مشاركتها في رعاية الجرحى أثناء حرب 73 في القصر، توفت عن عمر 83 سنة.